أكبر الله عليا ولي الموضوع الإيمان والكفر، والموضوع الجانبي مكارم الأخلاق. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أشد الأعمال ثلاثة، أي أصعب أعمال الخير ثلاثة. والتعبير مو تعبير عقلي دق، وإنما التعبير عرفي بلسان العرف بلسان المجتمع. أشد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، يعني إعطاء حق الناس لهم حتى لا ترضى لهم منها بشيء إلا رضيت لنفسك منها بمثله. النبي يبين معنى الإنصاف، حتى لا ترضى للناس منها من الأعمال شيئا، يعني الميزان هو الطرف الثاني، كل ما ترضى لنفسك فارض له وبالعكس. ومواساتك الأخ في المال، المواساة التعاون، وتدري التعاون في الحقول المتنوعة الكثيرة، مثلا يقولون مواساة الزهراء صلوات الله عليها في عزاء الحسين عليه السلام، يعني مثل ما هي يعني تعمل في هذا المجال فأنت هم اعمل في هذا المجال. طبعا النوعية مختلفة، الزهراء بشكل تقوم بالواجب وأنت بشكل آخر تقوم بالواجب، لا تتمكن أن تقوم بالواجب مثل ما تقوم به الزهراء صلوات الله عليه. ومواساتك الأخ في المال، التعاون في المال، إذا لك مال وليس له مال فأعطه من نفسك المال. وذكر الله على كل حال، ذكر ظاهري أم ذكر باطني، الإمام يفسر: وليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط، هذا ذكر الله، وواظب عليه في كل حال، في الطائرة، في الباص، على الدراجة الهوائية، على الدراجة النارية، في كل حال. ولكن هذا الثاني الأهم، ولكن إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به. إذا الله قال قاوم الظالم فتتذكر الله وأنه أمر بمقاومة الظالم فتقاوم الظالم، وإذا ورد عليك شيء نهى الله عنه تركته. إذا الله قال أنه لا تصير من أعوان الظلمة فنهى عن هذا الشيء فتترك عونه
الظالم. قال الإمام الصادق: أشد الأعمال ثلاثة، إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لهم منها بشيء إلا رضيت لنفسك منها بمثله، ومواساتك الأخ في المال، وذكر الله على كل حال، وليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط، ولكن إذا ورد عليك شيء من أمر الله أخذت به، وإذا ورد عليك شيء نهى الله عنه تركته. طبعا الذكر الظاهري مهم، ولكن الذكر الباطني الحقيقي أهم. وبالنسبة للمعصومين صلوات الله عليهم، فمن اللغو أنه فرد واحد يبين ذكرهم الواقعي لله عز وجل، هذول المعصومون. أما بالنسبة للذكر الظاهري فأكو أحاديث غريبة حول الإمام الباقر صلوات الله عليه بالذات، أنه كان يذكر الله إلى درجة أنه هذا اللي يمه ويشوفه يشوف لسانه ملتصق بحنكه، يعني مثل المروحة الكهربائية، انت ما تشوف ارجلها وانما تتصور كل الدائرة هاي قطعة معدنية واحدة. حديث شريف اخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوية الحديث مطول بس يسوى: من أسر ما يرضي الله عز وجل صلى صلاة الليل سرا. بالمناسبة الصلاة الواجبة مستحب إظهارها، والصلاة المستحبة مستحب إسرارها. إسرارها يعني صلاة الظهر روح للمسجد صليها جماعة، خلي الناس يشوفون. صلاة الليل لا تروح للمسجد، ابق في دارك وصلها سرا. من أسر ما يرضي الله صلى صلاة الليل سرا أظهر الله له ما يسره. من أسر ما يرضي الله أظهر الله له ما يسره، ومن أسر ما يسخط الله في جوف داره والعائلة رايحين لمجلس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يفتح الفضائية على الأغاني الراقصة، فيسر ما يسخط الله، أظهر الله ما يخزيه. عند قبل 10 سنوات عمل موزين افرد شكل، الله قادر قدير مقتدر يظهر هذا العمل، يظهر هذا العمل. ومن كسب مالا من غير حله، من تجارة الأفيون مثلا، أفقره الله. وأنه المال ما ببركة، وأنه مال عادي، وإنما مال يسبب الفقر. ومن تواضع لله رفعه الله. هذا هواي صعب، التواضع للناس صعب، بس التواضع لله أصعب. التواضع لله يعني التقوى، يعني مقابل أوامر ونواهي الله تكون متواضعا، تكون خاضعا. ومن تواضع لله رفعه الله، ومن سعى في رضوان الله أي إرادته كسب رضوان الله، ورضوان الله لا يكسب إلا بالتقوى.
ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله، ومن أذل مؤمنا أذله الله، ومن عاد مريضا من العيادة فإنه هذا الإنسان يخوض يدخل في الرحمة. الرحمة شنو؟ أنواع. وأومى رسول الله إلى حقويه، أشار رسول الله إلى حقويه، مؤخرة الإنسان، يعني إلى هالمكان يدخل في رحمة الله، يدخل في رحمة الله. فإذا جلس عند المريض ما سلم وودع، وإنما دخل جلس ضحك في وجهه تبسم في وجهه هشوية، غمرته الرحمة، الرحمة تغمره مو إلى حقويه وإنما إلى قمة رأسه وأكثر، غمر شمله. ومن خرج من بيته يطلب علما شيعه 70,000 ملك يستغفرون له. تشييع الملائكة شيء، بس يستغفرون له، والملك معصوم دعاؤه مستجاب، فملك واحد إذا يستغفر للإنسان هذا يكفي. هسه المقصود بالحديث شنو؟ ظاهرا المقصود بالحديث طالب العلم الديني، الطالب الحوزوي اللي من مدينته يهاجر إلى المدينة الحوزوية لأجل الدراسة. أما خلي الإنسان يكون شاطر، خلي الإنسان يسوي نفسه غبي بليد ما يفهم، فيقول هذا اللي من داره يروح للحسينية أو للمسجد لأحد مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم، فهذا خرج من داره يطلب علما، يعني في نيتي أنه يتصنت للخطيب، فهذا نفس الشيء. هسه في يوم القيامة يا ملك يتجرأ حتى يتجادل وياك، أنت بس قوي بين هالمنطق وشوف الله هم كريم، خدعت كريما فانخدع، مثل عربي. ومن خرج من بيته يطلب علما شيعه 70,000 ملك يستغفرون له. ومن كظم غيظا، كظم يعني لازم أمامه حتى لا يخرج، الغيظ يعني الغضب. ومن كظم غيظا، كظم الغيظ في محله، في محله. ومن كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا. ومن أعرض عن محرم، إهواي أكو أمثلة، جوعان وعندي فلوس ودا يمر على مطعم ولا واحد من الذين يعرفوه دا يشوفه، فيدخل ويطلب أكلة محرمة. إذا هذا الإنسان في هالشكل حالة صعبة مالته، أعرض عن المحرم، أكلة محرمة ممتازة أعرض عنها وإنما طلب أكلة عادية أو دون العادي. ومن أعرض عن محرم أبدله الله به، بهذا الإعراض، عبادة تسره، يوفق لصلاة الليل، بس صلاة ليل مقبولة مبرورة تسره بشكل غريب. ومن عفى عن مظلمة، طبعا في المورد، ها شخص ظلمك وإسلاميا يليق بك أن تعفو عن هذا الظالم، كلش صعب ها الإنسان يفكر ويعرف الإسلام فيعلم أنه يا مكان يعفو يا مكان ينتقم. ومن عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة. ومن بنى مسجدا ولو مفحص قطات،
قطات مثل الحمام في الصغر. فهذه عندما تحوص فالمساحة ايش قد تكون؟ تحوص ربما في 10 سنتيمترات في مثلها مثلا، هذا مجازها، وإلا من يبني هالشكل مسجد صغير؟ مجاز. ومن بنى مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. اسمه مهم البيت اشكد يكون كبير، بس بيت في الجنة، بيت في الجنة، يعني ماكو قياس بين مسجد بمقدار مفحص قطات وبين بيت في الجنة. ومن اعتق رقبه فهي فداه من النار، كل عضو منها من الرقبة فداء عضو منه، اليد فداء اليد، الرجل فداء الرجل. تقول خو هسه ما عندنا عبيد وإمام، لا لا، أكو بلاد اللي فيها عبيد وإماء على الرغم أن في الأمم المتحدة، أكو. ومن أعطى درهما في سبيل الله كتب الله له 700 حسنة. الحسنة شنو هي؟ إيش قد كبرها؟ الله العالم. ومن أمات وخر، مع الأسف قليل في هالأزمنة، في السابق كان يمشي يشوف حجر في طريقه فبرجله يوخره، حتى طفل عجوز وما أشبه لا يقعد. ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، ما يقول شنو، قشر موز، قشر بطيخ، ما يقول شنو، حجر. ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة 400 آية، دققوا النظر، كل حرف منها 10 حسنات. 400 آية إيش قد حروف بها مقابل كل حرف 10 حسنة، والحسنة إيش قدها؟ نروح نشوف إن شاء الله. ومن لقي 10 من المسلمين فسلم عليهم كتب الله له عتق رقبة. هسه إذا 9 بي ثواب، بس مو هذا الثواب. إذا 8 بي ثواب، بس مو هذا الثواب. وقبل شوية عرفني عتق رقبة شنو ثوابه. ومن أطعم مؤمنا لقمة، الناس حالة الرفاه ما يعرفون هذا الحديث، بس إذا يفكر في بلادي يعرف معنى هذا الحديث، اللي ربما شخص الآن يحتاج إلى لقمة منك، مو إلى قرصة خبز، لقمة لقمة. ومن أطعم مؤمنا لقمة أطعمه الله من ثمار الجنة. إيش قد ما معلوم، خلي ثمرة واحدة تسوى، يعني من الجنة. ومن سقاه المؤمن شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق نوع من أشربة الجنة، الجنة بها أنواع من الأشربة، الرحيق نوع من أشربة الجنة، ودققوا النظر، المختوم. إذن الأشياء في الدنيا أكو على أساس ميكروب، وعلى أساس نجاسة، وعلى أساس احترام. يعني يريد الشيشة تكون مختومة، حتى الأطباء يقولون في العراق كانوا يقولون شيشة سرمهر، عربي ها بس الشكل يحكي شيشة سرمهر. يعني خل ليش تريد شيشة سرمهر؟ أولا للاحترام، أنه ليش أنا أشرب سؤر؟ ثانيا لقضية النجاسة، ربما هذه يكون متنجس. ثالثا لقضية الميكروب، ربما بي ميكروب. في الجنة إشلون؟ في الجنة خو ما عندك ميكروب ولا عندك نجاسة، فحسب الظاهر القضية قضية احترام. احترام.
أما هم أنا إلى الآن ما عرفت الشيء هذا، إن شاء الله فرد واحد يفهمني. لأن في الجنة أولا منه يشرب نصيبك، هذا الشيء. شيء آخر إذا يشرب نصيبك الآخر فربما حورية في هنيالك، تشرب سؤرها، وربما ملك من الملائكة هم هنيالك، ربما من الولدان المخلدين اللي يخدمون المؤمنين والمؤمنات هم هنيالك. طبعا لا أنكرها بس ما دا أعرف. وربما المقصود فقط الاحترام، مو أنه فرد واحد في الجنة يجي يشرب نصيبي ولو شوية مني، لا، احتراما، احتراما يعني شيشة شرمهور. ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا. تدري هذا الشيء في المجتمع، في مجتمع الرفاهية ماكو، بس عندنا اكو. الشخص يحتاج إلى ثوب بسيط. ومن كساه ثوبا، المؤمن كساه الله من الاستبرق والحرير. الحرير معروف، الاستبرق نوع من أنواع الحرير. وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك، أي خيط. تدرون الأثواب شلون يسووها في المعامل؟ خيوط طويلة وخيوط عريضة، وهذا الثوب إذا يستعمل طبيعيا فيبقى، يبقى إلى مدة طويلة، حتى إذا يقوم يتمزق طبيعيا فأسلاك منها تبقى. فما دام سلك من هذا الثوب باقي فالملائكة تصلي على المعطي، وصلاة الملائكة على الإنسان طلب الرحمة له من الله عز وجل، والملك معصوم فدعاه مستجاب. مرة أخرى للتأمل، قال رسول الله: من أسر ما يرضي الله أظهر الله له ما يسره، ومن أسر ما يسخط الله أظهر الله له أظهر الله له ما يخزيه، ومن كسب مالا من غير حله أفقره الله، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله، ومن أذل مؤمنا أذله الله، ومن عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة. وأومأ رسول الله إلى حقويه، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة. ومن خرج من بيته يطلب علما شيعه 70,000 ملك يستغفرون له. ومن كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا. ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره. ومن عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة. ومن بنى مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أعتق رقبة فهي فداه من النار، كل عضو منها فداء عضو منه. ومن أعطى درهما في سبيل الله كتب الله له 700 حسنة. ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة 400 آية، كل حرف منها ب10 حسنات. ومن لقي 10 من المسلمين فسلم عليهم، الابتداء بالسلام، كتب الله له عتق رقبة. ومن أطعم مؤمنا لقمة أطعمه الله من ثمار الجنة. ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن كساه ثوبا كساه الله من الاستبرق والحرير. وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك. حديث شريف آخر، دققوا النظر،
قبل ما نقرأ الحديث الشريف نحتاج إلى مقدمة توضيحية، هي ما حكم الإسلام بالنسبة للأسير؟ القائد هو اللي يحكم في الأسير. طبعا القائد الإسلامي ما عنده حكم ارتجالي، إذا يعرف الحكم هو يعرف، إذا ما يعرف يسأل من هذول اللي وياه في الجيش الإسلامي. فحكم الإسلام في الأسير أحد ثلاثة، إما القائد قائد الجيش يشوف الأفضل أنه يطلق هذا الأسير لوجه الله عز وجل، خلص يعني يشوف للإسلام أفضل أنه يطلق هذا الأسير يطلقه. ربما القائد يشوف الأفضل للإسلام أنه يأخذ من الأسير ثمن. أنت اشتركت في الحرب، اجيت حتى تقتل الناس، حتى تجرح الناس، حتى تأخذ أسراء من الناس، شلون نخليك تروح؟ وش أسوي؟ تعال قل لي الوضع الاقتصادي مالك شلون. طبعا ما يقول عادة، فطبعا يسألون عن اقتصاده، وبالفعل في هذول الإرهابيين دا يصير هذا الشيء، يصير أسير يطلقون سراحه ثم يرجع. هسه بالنسبة إلى هذا شنو نسوي؟ أنا منو؟ اسألوا من المراجع الكرام، وحتما لازم الدولة تخضع لفتاوى المراجع الكرام، لفتاوى المراجع الكرام. هسه خلي نقرأ الحديث الشريف. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بأسارة خلى عدا رجل من بينهم، فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا محمد صلى الله عليه وآله، كيف أطلقت عني من بينهم؟ كلهم قتلوا بس أنا أطلقت سراحي وحتى بدون ثمن. فقال: أخبرني جبرائيل عن الله أن فيك خمس خصال صفات يحبها الله ورسوله. فإذا خمس صفات، مو صفة واحدة، خمس صفات الله يحبها، الرسول يحبها، فكيف نقتلك وكيف نأخذ منك ثمن؟ انت روح، انت يتبين انسان مسلم بس بعدك ما مأدي الشهادتين، يعني الصفات الإسلامية موجودة بيك بس رسميا ما صاير مسلم. الغيرة الشديدة على حرامك، زين لا تحكي بها، لا تحكي بها، إن شاء الله المؤمنون عندهم غيرة على المؤمنات، والسخاء الجود، وحسن الخلق، حسن الخلق يكون عنده في بلاده سوري ثانك يو ود يو لايك وما أشبه، مو أنه يجي للغرب يتعلمهن، وحسن الخلق، والصدق اللسان، وهذا ما موجود خصوصا في السياسيين، والشجاعة. فلما سمعها الرجل أسلم، قال أنا على أي أساس كنت أقاتل؟ على أساس مجتمع منطقي معقول، فشفت المجتمع المنطقي المعقول فأسلم. وحسن إسلامه، مو فقط أسلم، إسلام ممتاز، وقاتل مع رسول الله قتالا شديدا حتى استشهد، يعني في صف رسول الله اصلا، بعد اجى صار مسلم واجى صار جندي من الجنود، قال هالشكل اسلام، فلد واحد لازم يقاتل في سبيله حتى يصير سيد على الارض.
شوف شلون النبي أطلقه. حديث شريف آخر، هذا الحديث مطول أكثر من السابق، أما إهوائي به فوائد. قال الإمام الهادي عليه السلام لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، قال موسى: إلهي ما جزاء من شهد أني رسولك ونبيك وأنك كلمتني؟ عادة الأمم تكذب أنبياءها، هسه إذا فرد واحد من أمه صدق نبيه قال يا موسى تأتيه ملائكتي فتبشره بجنتي، عادة في الاحتضار اللي الإنسان هواي خائف مشوش البال. قال موسى: إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلي؟ قال يا موسى أباهي به ملائكتي، المباهات المفاخرة، الملائكة معصومون، فإذا معصومون وفي نفس الوقت ما ركبت فيهم شهوة دنيوية، فالإنسان التقي الورع إذا يتفاخر مع الملائكة أو الله بدله يتفاخر مع الملائكة، فإن النجاح يكون في نصيب الإنسان مو في نصيب الملائكة. الإنسان يقول أنا كل شهوات، أنا كل شهوات، وصليت أنت يا ملك وصليت قاومت شنو؟ ما عندك شهوة فقاومت شنو؟ فأنا أفضل منك. وبالفعل أكو في الأحاديث الشريفة أن الإنسان إذا يعني يكون في مستوى جيد من الديانة فأفضل من الملائكة، وتلونا بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. قال موسى: إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلي؟ قال يا موسى أباهي به ملائكتي، أفاخر نيابة عنه مع ملائكتي وأغلبهم نيابة عنك، راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، في كل حالة من حالات صلواتهم أفاخر، أتفاخر مع الملائكة نيابة عنه. ليش؟ لأن الملائكة ما عندهم شهوات، فالأعمال مو صعبة عليهم، هذا العمل صعب عليه. هسه لا تروح على الشهوات، هذا عند زوجة، وبالعكس الزوجة عندها زوج زين وعنده أولاد، وربما أولاد مرضى، ربما هو هم فقير، يعني مو فقط مقاومة الشهوات، يعني عند ألف مانع ومانع، ويا ملك عند مانع ولو صغير. قال يا موسى أباهي به ملائكتي راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، ومن باهيت به ملائكتي لم أعذبه. ليش؟ فالبشر ورع تقي اللي أعظم من الملك، والله يصير بديله في مباهاة الملائكة، هذا الله شلون يعذبه؟ التعذيب مو للأتقياء الورعين. قال موسى: إلهي فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟ ظاهرا المسكين إذا اجي وحده ما قال له فقير مسكين، فيكون أشد فقرا من الفقير، وابتغاء يعني طلب، يعني قربة إلى الله، مو لأجل أمور دنيوية يقولون هذا يطعم المساكين، لا.
قال موسى: إلهي، فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى، آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. على رؤوس الخلائق يعني والخلائق يسمعون إن فلان ابن فلان من عتقاء الله من النار. هذا ده يحكي عرفان، يعني هل المقدار أكو شهود أنه أنا أعتقده؟ قال موسى: إلهي، فما جزاء من وصل رحمه؟ صلة الرحم. قال: يا موسى، أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت. أنسئ أي أؤخر، النسيء التأخير، وفي المعاملات الاقتصادية النسيئة التأخير، يعني هسه تأخذ البضاعة بعدين تعطي الفلوس، هسه تأخر الفلوس. يا موسى، أنسئ له أجله، يعني طول العمر، إذا عمره 50 سنة أسوي 60، وأهون عليه سكرات الموت. سكرات يعني شدائد، شدائد. أكو آية في القرآن الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني الشدائد الاحتضار حق، ترى مو ظلم من الله عز وجل. قال: يا موسى، أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت. بعد: ويناديه خزنة الجنة. الخزنة جمع الخازن بمعنى المدير. في السابق هم راجع الكتب ما يقولون كل الدار، يقولون خازن، ما يقول كل، ما يقول كل الدار الحضرة الحسينية الشريفة، يقول خازن الحضرة الحسينية يعني مدير، مدير. ويناديه خزنة الجنة: هلم إلينا فادخل من أي أبوابها شئت. يعني الجنة كلها تحت رجلك، مو تحت أمرك، ها، تحت رجلك. قال موسى: إلهي، فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ لا إله إلا الله ويتذكر الله عند الطاعة والمعصية. قال: يا موسى، أظله يوم القيامة بظل عرشي. بينا هذا الشيء فيما سبق، أنه مرحلة ومناطق من مراحل ومناطق القيامة مشمسة، والشمس حارة جدا، فالظل هناك يكون ظل العرش اللي يصير بينه وبين الأرض يوم القيامة اقتراب. أحسنتم. فالإنسان في حر الدنيا الخفيف بالنسبة إلى حر القيامة يحتاج إلى ظل، فكيف بظل القيامة؟ يا موسى، أظله يوم القيامة بظل عرشي. بعد: وأجعله في كنفي. الكنف الجوار، والله مو جسم حتى يكون مكان، حتى يكون إلي جوار، ففي كنفي يعني في رحمتي. قال: إلهي، فما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا؟ الحكمة يعني الكتاب المنزل على ما يبدو، التوراة مثلا، القرآن مثلا، الإنجيل. سرا وجهرا، مرة يقرأ جهرا مرة يقرأ سرا. قال: يا موسى، يمر على صراطك البرق. هنا نتكلمنا فيما سبق من مجالس الحديث الشريف، والكتب مليئة بهذا الشيء. الصراط جسر أحد طرفيه على الدنيا والطرف الآخر على الجنة، ويعبر على جهنم. بس هذا الصراط شيء عجيب، أوتوماتيك، شيء عجيب. الشخص اللي يمر عليه حسب ديانته يتعامل وياه. هنا فرد واحد يمر على الصراط كالبرق، أصلا مثل ما كانت تشوفه شلون راح. فرد واحد لا، أكو درجات درجات. البعض يمرون على الصراط، هذا موجود في الحديث الشريف، فالصراط ينفضهم يحركهم، فيروح فوق
وينزل فياخذ نفسه بيد واحدة حتى لا يسقط في جهنم، مرة ثانية الصراط ينفضه هم يطير هم يرجع، فمر ياخذ الصراط بيد أخرى الشكل، وهذا حسن جدا. فلد واحد لا ينفض الصراط ويتشيد في الجحيم، وهواي اكو درجة. قال إلهي فما جزى من دمعت عيناه من خشيتك. الدمعة مو في سبيل مصائب أهل البيت عليهم السلام، الدمعة مهمة ذيك، بس هاي دمعة أخرى هم مهمة من خوف الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يخاف فتدمع عينه. إلهي فما جزى من دمعت عيناه من خشيتك. قال يا موسى أقي أحفظ وجهه حر النار وآمنه يوم الفزع الأكبر. أطي أمان يوم الفزع الأكبر القيامة وما أخلي نار جهنم تلوح ولو من بعيد. قال إلهي فما جزى من ترك الخيانة حياء منك. وتدري الخيانة أشكال، خيانة في المال وخيانة في أعراض المسلمين بالنظر إلى امرأة لا يجوز النظر إليها وما أشكال. قال يا موسى له الأمان يوم القيامة، أعطي أمان. قال إلهي فما جزى من أحب أهل طاعتك. هو مو أهل العبادة، أما إذا يسمع أنه زيد عابد إهواء يحبه. قال يا موسى أحرمه على ناري. طبعا أنا قلت العبادة الشكل فضولة منها، أهل طاعتك ربما الشخص يكون عابد وما يكون مطيع. لا. قال إلهي فما جزى من قتل مؤمنا متعمدا. العثرة فريد واحد لا يمشي يقع، هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي يصدر عنه خطأ فيقيل عثرته، يعني ما يقول له شيء، أستاذ في المحل ما يقول له شيء، الله يقول أبدا لا أقيل عثرته، يعني لا أغفر له ذنوبه، خلص لا أغفر له. قال إلهي فما جزى من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام. الحمد لله هذا في الغرب أكو بالنسبة بين المؤمنين والمؤمنات. قال يا موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة لمن يريد. ماكو عدد ولا أكو صفة ولا أكو صفة، من يريد. طبعا من يريد؟ يريد أقربائه جيرانه أصدقائه زملائه وما أشبه. قال إلهي فما جزى من صلى الصلوات لوقتها. كلش صعب، جرب سنة كلش صعب كلش صعب. قال أعطيه السؤلة يعني حاجته وأبيحه جنتي، أقول جنتي مباحة لك، بس يعني ما أظن من يعني ألف مؤمنة مؤمنة فرد واحد يكون هالشكل. المحافظة على الصلوات لوقتها أكو ماكو، وحسب الظاهر يعني في عمره، في عمره مو يوم وأسبوع وشهر وسنة وخمس سنوات وعشر. قال إلهي فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك. يا أخي عادة الوضوء صعب وعادة الغسل صعب، أقل شيء أنه الشخص ما إلى خلق، أقل شيء الشخص ما إلى وقت، أقل شيء الماي بارد، أقل شيء الماي مالح، أقل شيء الماي بايت يعني مو طازج. بعد تعرف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إلهي فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك.
قال أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتلألأ، أي يشع يشع. وتدرون في يوم القيامة، في مناطق من يوم القيامة وفي حالات من يوم القيامة أكو ظلام شديد، فأحتاج إلى شمعة شمعة شمعة، فكيف أنه نور يتلألأ. قال إلهي فما جزى من صام شهر رمضان لك محتسبا، محتسبا يعني لأجل الله يحتسب هذا، يعني يقول يا ربي ترى أنا دا أصومها دير بالك علي. قال يا موسى أقيمه يوم القيامة مقاما لا يخاف فيه، يعني أوديه في يوم القيامة إلى منطقة اللي ما به خوف. قال إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس رئاء سمعة. شوف الجواب في الظاهر لين أما في الحقيقة كلش عنيف. قال يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه، هذا اللي ما يصوم شنو أعطي ثواب؟ ما أعطي ثواب، هذا من الشكل. طبعا الحديث كان مطول لهذا لا نعيده. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه من صدق لسانه زكى عمله. الزكاة بمعنى التطهير وبمعنى التنمية، عمل يكون مطهر يعني يكون مقبول، ما برئاء ما بسمعة ما بعجب وما أشبه، وعمل يكون مطهر بمعنى التنمية يعني هي ثوابه يزداد. كمان في النصوص الدينية هذا الشيء وارد، أنه الله حرم الربا على البشر في الدنيا أما هو يعطي الربا بشكل غريب للمؤمنين والمؤمنات. من صدق لسانه زكى عمله، طبعا هذا كثواب غير ذاك المطلب اللي بيناه، الصادق أصلا ما يتمكن يترك واجب ويفعل محرم، ما بينا لأن يسألوه، إذا سألوه شنو يقول؟ ما يتمكن يقول أنا شربت الخمر، فما يريد هم يكذب، لهذا لا يشرب الخمر. إذا سألوه أنه الماء كان بارد فشنو سويت ويا صلاة الصبح، ما يريد كذبا يقول أنا صليت، فلهذا يتطهر مع هذا الماء البارد. ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، يقول أنا أروح للسوق حتى أطلع مال حتى أوسع المعيشة على عيالي، هاي نية حسنة. إنسان آخر عنده نية سيئة يقول حتى أقول الجيران شوفوا أنا أكثر منكم مالا، كلاهما تجارة بس النية تختلف. ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله، بر الإحسان، وأهل عادة يعني زوجة. طبعا أكو حديث شريف في هالمقام الجملة تختلف، ومن حسن بره بأهل بيته فيصير أوسع من الزوج، أوسع من الزوج. هسه شوف تأخذ بالأول لو تأخذ بالثاني. إذا أخذت بالأول خو يعني ثواب عظيم على عمل قليل، إذا أخذت بالثاني ثواب عظيم على عمل شديد. ومن حسن بره بأهله، دائما يشتري بقلاوة لأصدقائه في شهر رمضان أما بقلاوة إلى بيته ماكو. ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره، طول العمر. بسرعة نكرر وإن شاء الله نخلص. قال الإمام الصادق من
صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.